واش كتعرفوا ان التفاح ما خصوش يتحط في طبق مع باقي الفواكه والخضروات، خصو يكون بعيد على الاقل بنص متر. متتبعي قناه بيت الصحه والسعاده، السلام عليكم. باش نحافظوا على صحه جيده، القاعده الذهبيه كتقول لازم علينا نتناول 5 خضروات وفواكه في اليوم. هذا لي يعني ان لازم ناكلوا 5 فواكه و5 خضروات، ولكن المقصود هنا هو 2 خضروات و3 فواكه، او لا العكس. وفي مقدمة هذه الفواكه واللي منصح به بشدة هو التفاح. التفاح اللي كتعتبر ثاني أكثر الفواكه استهلاكا في العالم بعد الموز. فعلا في الأعوام الأخيرة ثمن ديال التفاح ارتفع بمستوى غير معهود، واللي في بعض الأحيان كيتعدى 15 درهم للكيلوغرام الواحد. هذا الثمن طبيعة الحال ماشي الكل باستطاعته يشريه، ولكن في السوق كاين أنواع مختلفة ديال التفاح. والغلط اللي كيتساكوه الناس هو أن العين ديالهم كتجرهم لذاك النوع الأحمر والأخضر، واللي الشكل ديالو كيجذب وكيبان على أنه مشهي، واللي غالبا الثمن ديالو كيف ما قلنا كيكون غالي. ولكن اللي ما كيعرفوش هو أن هذا النوع بالضبط كيكون معدل وراثيا. بغض النظر على أنه مشهي والمذاق ديالو رائع، فالأضرار أكثر من المنافع اللي فيه، زيادة على المبيدات اللي كترش بهم الشجرة لحماية التمر من التسوس والحشرات. ونزيدكم واحد الحاجة، واحد البروسيس اللي كدوز منه التفاح في المصانع، بحيث انه كيتم تغليفه بواحد المادة كتشبه الشمع، جد شفافة. علاش؟ باش تحافظ لينا عليها في السوق لأطول مدة ممكنة، واللي تقدر تفوق 6 أشهر. تخيلوا معايا على ان التفاحة تقدر تبقى في الأسواق لمدة 6 أشهر وما تفسدش. وباش تأكدوا من هذه القضية، خذوا تفاحة من هذا النوع، هذه اللي قلت لكم كبيره والشكل ديالها زوين، وحاولوا انكم تكرطوها، ماشي تقشروها، بل كرطوها بالموس. هذه الماده واخا تغسلوها بالماء والخل وبيكربونات، المهم باش ما غسلتوها ما كتزولش من غير لما كان الماء سخون. المهم انا بعدا كنفضل ناكل تفاحه مسوسه من بعد ما نحيد ليها السوسه بطبيعه الحال، والشكل ديالها يكون ما زوينش، على انني ناكل تفاحه الشكل ديالها زوين ومشهي ولكن الاضرار اللي فيها اكثر من المنافع. علاش؟ لان السوسه كتاكد ليا على ان التفاحه ما مرشوشاش، والشكل ديال اللي ما زوينش كيعني على انها غير معدله وراثيا، كيف ما انني نقدر نستهلكها بالقشره ديالها بعينين مسدودين، لان العناصر الغذائيه الاهم في التفاحه موجوده تحت القشره مباشره. يعني فاش كنقشروها كنقصيو 80% ديال المنافع اللي فيها. غادي نزيدكم واحد المعلومه اللي انا متاكد غادي تسمعوها لاول مره. واش كتعرفوا ان التفاح ما خصوش يتحط في طبق مع باقي الفواكه والخضروات، خصو يكون بعيد على الاقل بنص متر. غتقول لي اش كتخربق؟ لا ما كنخربقش. علاش؟ لانه كيطلق واحد الهرمون نباتي على شكل غاز، الاسم ديالو الايثينال، اللي موجود في بعض النباتات والفواكه والخضروات الاخرى، في حال الطماطم والمشمش والاجاص والخوخ. ولكن التفاح كيفرز هذا الهرمون اكثر من المواد اللي ذكرنا دابا. هذا الغاز اش كيدير؟ كيحفز لينا الخضر والفواكه اللي قريبه ليه باش تنتج دغيا، اما اذا كانت ديجا طايبه فغادي تعفن بسرعه وتولي غير صالحه للاستهلاك. وكنلاحظوا هادشي فاش كنحطوا التفاح والبنان والليمون في طبق واحد. اول حاجه كنشموا واحد الرائحه غريبه في المطبخ او الغرفه اللي محطوط فيها الطبق. لا غد ليا كتلقاو القشره ديال الموز بدات كتكحل، وحتى الفواكه الاخرى الشكل ديالها ماشي كيف كان. اذا لابد تتفادوا هذا المشكل، فلازم نوضعوا التفاح بوحده في طبق بوحده، بعيد على الاقل كيف ما قلنا بنص متر على باقي الفواكه او الخضار. وهنا غادي نذكر لكم الخضر او الفواكه اللي كتضرر بزاف بهذا الغاز. عندنا البروكولي، المونغ، البطيخ، الخيار، والطماطم، والموز. هادو كيتأثروا بزاف بهذا الغاز، لهذا خصنا نعزلهم بوحدهم. الباحثين بجامعة إيديت كوين الأسترالية وكوبنهاغن الدنماركية تشاركوا في واحد البحث، وأكدوا على أن تناول التفاح يوميا مع كاس من الشاي بدون سكر كيحمي من عدة أمراض، أولهم السرطان، وخاصة عند المدخنين ومدمنين الكحول، لأن الشاي والتفاح فيهم نسبة عالية ديال الفلافونويد اللي كتقوي المناعة وكتحفز الدماغ على التركيز وإخراج كل ما لديه من طاقة. زيادة على هذا فكتخفض لنا الوزن وكتحمينا من الأمراض المعدية. التفاح فيه نسبة عالية من الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات، وخصوصا البينيفينول، واللي كتنقسم في التفاحة لمجموعة من الأحماض القوية، فحالاش فحال الهيدروكسي بنزويك والهيدروكسي سيناميك والفلافونولز والإيدروكالكونز والأنتوسيانيتس. هاد المكونات كلها عندها أثر جد قوي على الربو ومشاكل الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والأزهايمر، مهم بزاف ديال الامراض. التفاح كلشي كيعرف المنافع ديالو، كيعرفوا اشنو كيدير في الصحه ديال الانسان، لهذا فحاولت نعطيكم فقط المعلومات اللي تقدروا انكم ما تكونوش عارفينها. كنتمنى صادقا اني ما نكونش طولت عليكم. الا عندكم شي اراء ولا بغيتونا نتكلموا على شي موضوع فما عليكم الا تخليونا تعليق، ولا عجبكم الموضوع بطبيعه الحال فما تبخلوش علينا بلايك، وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع العائله. دمتم في رعايه الله، عواشركم مبروكه، والى اللقاء.